كابتن ناصر اتفضل. كابتن فاروق تحياتي ليك طبعا وبشكرك على مداخلتك الجميله وربنا يوفقكم كلجنه، ولكن سؤال يا كابتن فاروق، 30 حكم من الدوري الممتاز، في حكام زي ما حضرتك عارف حكام دوليين بيسافروا يلعبوا مباريات بره، يعني عندنا ثلاث حكام بيبقى فيه مثلا ستة او سبعة مسافرين. 30 حكم في الدوري الممتاز يا فاروق، ممكن يبقى حكم يعني مش موفق هيتوقف او هيركن او كده، انت شايف ال 30 حكم يقدروا ان هم يديروا مسابقه على الرغم ان ممكن يبقى في اخفاق من حكم او اثنين او في حكام مسافر بره، هل ممكن نزيد العدد من 30 ل 35 ل 40 ولا هو فيتور حدد 30 حكم لاداره الدوري الممتاز كذلك في دوري المحترفين؟ كابتن ما تنساش ان عندنا ست حكام موجودين معاهم رخصه حكم الملعب موجودين في المحترفين، دول من حقهم ان هم يطلعوا حكم في الدوري الممتاز. طب يا كابتن فاروق اللي هو يعني 30 زائد 6 معلش 30 زائد 6 اوكي اللي مش هيتوافق في الدوري الممتاز، يعني لو انت النهارده حكم اخطا العقاب بيبقى ازاي؟ هل بتنزله تحت ولا بتجنبه ولا بيبقى ايه الوضع بالنسبه له؟ لا احنا ممكن بيتجنب مشاركه القسم الاول لكن بيبقى موجود في القسم الثاني لان انت ما تقدرش تقعده وما يلعبش عشان لما تيجي تحتاجه يكون عنده حساسيه الماتشات. صح بالظبط صح. هل ممكن من 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 حكام المحترفين تطلع تصعد في نفس الموسم حكام يدوروا في الدوري الممتاز ولا ده صعب؟ لا اللي هيصعدك طبعا يكون معاه رخصه لان انت عارف برضه احنا بيحكمنا يكون معاه رخصه. قال 6 بس زائد 30 فده اللي احنا بندور عليه، لكن لغايه دلوقتي انا معايا 6 حكام محترفين معاهم الرخصه. قول يا كابتن انت عايز ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا ندي حكام صغار السن على الاقل الناس المتميزه منهم دي رخصات عشان يكونوا بديل على طول الموسم اللي طيب. لو ما لعبوش حتى الموسم ده يلعبوا الموسم اللي بعده على الدوري. كابتن فاروق معلش برضو ده سؤال انا ما اعرفش هل بس هساله لحضرتك، انا كنت بشوف ان مارك كلاتنبرج لما كان بيطلع يتكلم على بعض الحالات الجدليه ويعمل فيديو ويسمعنا ايه اللي بيحصل ما بين حكم الفار وحكم الميدان انا كنت ببقى مستريح، انا كراجل اهلاوي مثلا قاعد بتفرج على ماتش اهلي وزمالك مثلا فسمعت الحاله وسمعت ايه اللي بيتقال من كابتن ناصر لكابتن فاروق في الفار والملعب فاستريحت خلاص. تمام. لماذا لا يتكرر هذا الامر من بعد يعني لك مطلق الحريه في الاجابه على هذا السؤال ولكن لا 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 محتاج اسال لانه كان موضوع اعتقد ان هو كان مريح ناس كتير. هو كان مريح ناس كتير بس برضه خلي بالك اللي كان فيه هجوم برضه من بعض الناس على هذا الموضوع، اللي في ناس كده بدات تقول ان هما بيجيبوا حالات معينه وفي حالات ما بتجيش وكان برضه في نقد صحيح على هذا الموضوع صحيح. لكن انا بقول اللي هو بتبقى طريقه او مثلا بتبقى مثلا المدير الفني الموجود في لجنه الحكام كل واحد بيبقى مثلا ليه طريقه معينه، ممكن مثلا مارك ممكن يبص لبيريرا ما يكونش مثلا بيحبذ الطريقه دي الموضوع ده بالظبط لكن احنا ما عندناش مشكله سواء الموضوع يكون موجود او مش موجود. هرجع برضو للنقطه اللي احنا عايزين في التحكيم المصري. تمام كابتن عادل لو عايز تقول حاجه. يعني كنت عايز اقول للكابتن فاروق يعني انا بثق في الحكام المصريين جدا ولاني انا شفت حكام ويمكن اشتغلت قدام حكام كتير اجانب مستواهم زي مستوى الحكام المصريين، بس انا ارجو حاجتين بس يا كابتن فاروق. اتفضل يا كابتن عادل. تعلمهم للحكام عندنا رقم واحد ما يتاثرش بلوم فلنا دي حاجه مهمه جدا، رقم اتنين ما يتاثرش باجواء وفرقه مثلا، احنا شفنا حكام كتير قوي لما بيبقى الفرقه كسبانه 6-0 وجالها بنالتي ممكن يحسب البنالتي، لكن احنا في مصر عندنا حته التعاطف مع الضعيف شويه ومع المغلوب اكتر، الحاجات دي يا ريت دي تحطها في الحسبان، ويا ريت تحطوا في الحسبان ان كنتوا تعملوا دخل كويس للحكام وترفعوا الاجر بتاعهم، لو عملتوا الحاجات دي كلها الاربع خمس حاجات دي افتكر ان حكامنا بخير، ولانه كلهم فنيا يعني معظمهم مش هقول كلهم معظمهم حكام جيدين جدا حكام كويسين، لو تخلوا عن الحاجات دي اقدر اقول لك ان شاء الله التحكيم بتاعنا يبقى بخير. يعني اكيد يا كابتن عادل طبعا كلام محترم من حضرتك طبعا، ما دام انت حكم باسم من اسماء ربنا فبتدور على العداله. كابتن فاروق بس كلام الو اتفضل يا كابتن اتفضل اتفضل يا كابتن طبعا هتدور على العداله. العداله تقتضي ان انت اللي تشوفه تحسبه، مفيش فرق ما بين فريق كبير وفريق صغير، مفيش فرق كسبان خمسه وكسبان سته، لا طبعا ده اللي احنا بنشتغل عليه وهم الحكام عارفين كده. للموسم ده هيكون موسم مختلف ان شاء الله عن كل المواسم يا رب ان شاء الله. ايمن النقطه الاولى، النقطه الثانيه طبعا طبعا انا معاك في التحكيم وانت حاططها مستر بريرا ان في زيادات للحكام
ده طبعا لازم يكون في مقابل يتساوى. طبعا انت بتلعب دوري بالملايين، طبعا لازم برضه الحكم يكون برضه يعني على الاقل حتى لو زادت الفتره دي، حتى لو مش مبلغ كبير، يكون يحس برضه ان في زياده موجوده للحكام على مدار السنوات اللي جايه ان شاء الله. الفلوس بتاعت الحكام بتاعت السنه اللي فاتت المبلغ الكبير ده الدفع يا كابتن فاروق ولا لسه؟ يمكن النهارده كان الاستاذ وليد العطار موجود، والنهارده وعد في خلال الاسبوع ال 10 ايام هتكون فلوس الرابطه اللي هي ما اتصرفتش موجوده، وفلوس الدوري الممتازه تتصرف، وقال ان مع بدايه الموسم مش هيبقى في حكم ليه اي 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 يا ريت. النهارده صرح فيه، النهارده كان في اجتماع مع حكام النخبه، كان الاستاذ وليد العطار موجود وصرح بهذا الامر، وقال ان شاء الله مش هتبقى فلوس متاخره هذا الموسم ان شاء الله. كابتن ايمن.